صالح كريم من الوقت ناس قرية البحر إن شاء الله نعرف على أول مشكلة التعلم. أنا مدرس كنت في السعودية معار، خدت سنين جيت بعد ما جيت هنا طبعا خالي توفى كان هو أم البلد. الناس أجمعت على إنه أنا لازم أقعد وأنا أترشح مكان خالي. معلش علي صوتك شوي. وترشحت مكان خالي وبقيت عمدة. إيه الشروط اللي شروط العمدة؟ شروط العمدة إنه لازم يكون سنه 30 سنة، يكون مواطن مصري تمام، يكون معه نصاب مالي على الأقل كان زمان 5 ملك، يكون دخله على الأقل حوالي 3000 جنيه في الشهر، كانت يعني حكاية كبيرة قوي الأول، غير يمضي. المادية في الصعيد تختلف عن وجهة معلش علي صوت. احنا عموديتنا في الصعيد هنا تختلف مشاكل الصقر تمام، ومشاكل الأراضي الزراعية، ومشاكل الإخوات مع بعضهم. دي أساس كل حاجة في مشاكل الصعيد، مش حاجة تانية غير الحدود الفاصلة بين ده وبين ده بين طرفين. أما في البحرية طبعا تختلف عن اللي لأنه احنا كان فيه جائل فيه، والحمد لله الناس كلها بقت متعلمة وبقت تتيسر المشاكل بعديها بالود والتعارف وما القرية طبعا في بلدي أنا ما طورتهاش وحدي، طورتها بعض أهالي البلد كنا واحد. طبعا كانت في حاجات مقصاة في البلد، كانش في غير مدرسة واحدة اللي هي المدرسة المشتركة اللي كانت زمان مقر عمودية جدي، وعملناها مدرسة من سنة 38 لغاية سنة 80. كانش في مدرسة غير سنة 80 طبعا عملت تبرع من ناسي برضه نص الدار، وبنينا في مدرسة ابتدائي، وبنينا داخل مدرسة ثانية طبعا مدرسة سميناها باسم ثاني مدرسة السداد وفي العروبة. وكذا اشترينا نص فدان أرض برد من البلد، جمعت كلها البلد مع بعضيه واشتروا نص فدان وقدمناها لهيئة الأبنية الدينية للمدير التربية والتعليم، وبنينا فيها مدرسة إعدادية. بعد كذا عاوزين مدرسة ثانوي، وقضي البلد كلها اجتمعت واشترينا نص فدان أرض وبرعنا به هيئة الأبنية التعليمية، وخدنا قرار به في المدارس المحلية وسبناهوش، قعدنا برضه نلف وراه لغاية ما وصلنا إلى إنه ربنا وفقنا وعملنا مدرسة ثانوي. كانت أصعب مشكلة عندي كان في 2 قرايب بعض عيال عن بعض تمام، واحد فيهم خزراني ضارب الثاني والثاني توفى، فكان أكبر مشكلة في العيلة، وربنا وفق وخلصناها بها بالجودة والحمد لله ربنا وفق وخلصت المشكلة. وكانت أصعب مشكلة إنها كانت داخل العيلة، المشكلة لما يكون داخل العيلة بتكون صعبة جدا، دي هي المشكلة القوية. هم اللي حلوا، انا بقعد الا ايه كفرد منهم مستمع، لكن لما يكون حلو اهل البلد عشان كل واحد مسؤول عن بلده وكل واحد عارف ناس بلده، لا مش بيتدخل اكثر من لازم، ما يبقاش عنده فضول. انا اقعد معاهم تمام ونحلوا مع بعض، لكن القرار بيطلبوه ناس البلد.